بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد أن يقول لنا الروح القدس في هذا الصباح المبارك. يعطينا آذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع وقبول كلمته المقدسة، فتأتي هذه الكلمة بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس، ونتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. أمين. وصلنا إلى الأحد الخامس من الصوم الكبير أيها الأحباء، وما يطلق عليه ومعروف في كنيستنا المباركة أحد المخلع، اللي ليه 38 سنة عند البركة، ملقى عند البركة، وهو ما يسمى أيضا أو متعارف في كنيستنا بأنه اسمه أحد الميل، أي ابتدى الصوم المقدس يميل إلى الانتهاء. يفضل بنعمة المسيح أسبوعين، أحد المولود أعمى وأحد الشعانين، ورحلة تبدأ رحلة أسبوع الآلام. حتى لا أطيل عليكم أيها الأحباء، لقاءنا اليوم هو لقاء متميز، ولقاء له دالة في قلب كل إنسان يرجع إلى الله، حتى وإن كان في المرض، سواء المرض النفسي أو المرض الجسدي أو المرض الروحي. مهما كانت مدة هذا المرض ومهما طالت فترة غربة هذا الإنسان، وأقصد غربة هذا الإنسان أي بعده عن الله، ولكن إنجيل اليوم هو سبب رجاء لكل نفس متألمة، كل نفس مريضة، كل نفس بعيدة عن المسيح. والسؤال الذي يتردد باستمرار ويردده رب المجد يسوع لكل نفس، لأنه أعطى كل نفس، أعطاها حرية الإرادة بكامل إرادة الإنسان، يسأل الرب يسوع له المجد: أتريد أن تبرأ؟ والإجابة تتوقف على حياة كل إنسان، بل ورغبة كل إنسان. عشان كده بقول لكل واحد النهاردة: ارفع قلبك إلى الله، اطلب الروح القدس حتى يعطيك الله اليوم إجابة على هذا السؤال، إن كنا نريد فعلا أن نحيا لمجد اسمه القدوس. أتريد أن تبرأ؟ لعلها موجودة أيضا بالإنجليزي، بالنسبة للشباب الموجودين يقدروا يتابعوا معنا باللغة الإنجليزية. مين مننا لا يريد أن يبرأ؟ بالتأكيد نعم يا رب أريد أن أبرأ. ده أنا بتحايل على نفسي وبتحايل عليك يا رب، وبطلب إن أنا أريد أن أبرأ. 38 سنة للأسف بدون تغيير، في شلل، في عجز، في ذل، في عزلة، في وحدة، في خطية، في عادة، في مجلس مستهزئين. كل هذه السنين أنا ضيعتها، وتقول لي أتريد أن تبرأ؟ تأكيد أريد أن أبرأ، بس لحد إمتى يا رب؟ لحد إمتى وأنا حفضل بالحالة دي كلها؟ ولحد إمتى أنا حفضل بالأوضاع دي كلها؟ لحد إمتى أنا حقول أريد أن أبرأ بصدق وبإيمان؟ لحد إمتى وأنا حطلب كما طلب القديس أغسطينوس: يا رب كثير ما طلبت منك إن أتوب، ولكن كل مرة كنت بقول لك لا أريد أن أتوب الآن، وفي آخر مرة قال له كده: يا رب أريد أن أتوب الآن. ليه؟ لأنه سمع رسالة بتقول كده: إنها ساعة الآن لنستيقظ من النوم، فقم أيها النائم فيضيء لك المسيح، قم أيها المائت فيضيء لك المسيح. إذن كل إنسان يريد، يا ترى لو صنفت
حالك في كل هذه الأوصاف. شلل مش بالضرورة شلل جسدي، يحمينا ربنا ويديكم الصحة والعافية. عجز، كل ما أقوم ألاقي نفسي بسقط في الخطية. ذل وعبودية، بجري بالخطية والخطية بتذلني. وعزلة ووحدة، فإلى متى؟ بحتاج وقفة صادقة للإنسان دون أن يبرر الإنسان لحاله، ودون أن يبرر الإنسان للظروف اللي هو فيها، ودون أن يبرر الإنسان ما حوالين هم بيقودوني لكذا، ودون أن يبرر الإنسان ما المجتمع كله ماشي بالصورة زي دي. اليوم نريد كل إنسان وقفة صادقة وتوبة صادقة مع نفسه. قل له كده: أنا أعلم أن خطاياي هي السبب في العجز بتاعي، أنا أعلم أن خطاياي هي السبب في الحالة اللي أنا وصلت إليها. أنا أستاهل كل اللي أنا فيه يا رب. مفيش لوم على إنسان، مفيش لوم على مجتمع، أنا يا رب ألوم نفسي. بس في هناك يا رب ناس بيقوموا ويشفوا. طبعا أنا بطلب طلب روحي حلو، أنا أريد أن أبرأ، أنا أريد أن أقوم من موت الخطية، أنا عايز أن حياتي تتجدد وتتغير يا رب. لكن بلاقي نفسي مفيش استجابة، والحقيقة بيصيبني نوع من الفشل. وأفضل خاطئ ذليل ده إن لا سمح الله وصلت إلى مرحلة بتاعت يأس. ليه مش عايز تستجيب لي يا رب؟ ومين قال لك مش عايز يستجيب؟ مين قال لك إنه هو رافض إنه يستجيب؟ ده بنصلي كده في القداس، والنهاردة صليناها وبنصلي دايما: الله لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. ابن الإنسان لم يأتي إلا ليخلص مين؟ ليخلص خطاء الذين أولهم أنا. إذن هو يريد أن يسمع، هو يريد أن يستجيب، ولكن يريد النفس بصدق وبأمانة وبتوبة حقيقية أن تقول له: أريد أن أبرأ. طيب، أنا ليس لي إنسان. آخر ما يعجز الإنسان أنه يوجد مبررات لنفسه: أنا ما فيش حد بيسأل علي، لا الكنيسة بتسأل علي، ولا أبونا بيفتقدني، ولا أي حد بيشجعني، وكل ما أجي أقرب الناس تبص لي بنظرة وحشة، عشان كده أنا مش جاي. ليس لي إنسان. الإنسان ده فعلا ما كانش فيه إنسان معاه، ما كانش فيه إنسان عشان يلقيه في البركة متى تحرك الماء، ما فيش إنسان وقف معاه. بس كان ممكن إن هو يعمل حاجة، كان ممكن إن هو يفضل عند حافة البركة، وأول ما ينزل الملاك كان ممكن إن يرمي نفسه. بس يوصل الإنسان برضو لحالة أن يوجد مبررات لنفسه، ويقدم أعذار، لكن تأتي عند مفارق الطرق وعند المحك الأخير: طيب ليس لي إنسان. هرجع لنفس السؤال: طب إلى متى هفضل بالصورة زي دي يا رب؟ ليس لي إنسان. حواليني ناس كثيرة، لكن ليس لي إنسان يشعر بالحالة بتاعتي، ليس لي إنسان يشفق علي، ليس لي إنسان يرحم ضعفاتي، ليس لي إنسان يسندني في المحنة اللي أنا فيها وفي الضيقة اللي أنا فيها، ليس لي إنسان يشجعني أو يدفعني للأمام. أصبحت أعزل، الكل تركوني، الجميع تركوني. صدقوني، حتى مع الأبرار نلاقي هذا الأمر، زي ما حصل مع معلمنا بولس الرسول: الجميع تركوني وبقيت أنا وحدي. لما جاءت المحنة والمحاكمة: الجميع تركوني وبقيت أنا وحدي. ولكن
شوفوا ثقة الإنسان، شوفوا نظرة الإنسان، شوفوا احتياج الإنسان. هل أنت احتياجك لبشر أم أنت احتياجك لواحد بس هو اللي يستطيع أن يخلصك؟ ليس بأحد غيره الخلاص. بتفتش على الناس ليه؟ بتسترجي الناس ليه؟ بتستنى أنه يشفق عليك ليه؟ وفي مريح التعابة موجود، تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحك. لحد إمتى حتفضل تستعطف الناس أو تطلب صدقة، عطف، شفقة، رحمة، نظرة حب، نظرة حنان من الناس؟ لحد إمتى؟ ومصدر كل حنان ومصدر كل حب، بل وأقول لك مصدر كل شفاء ومصدر كل غفران موجود. حتفضل تدور في العالم وتفتش على إنسان حتوصل لهذه النقطة برضو، ليس لي إنسان، ليس لي إنسان. ودي بحطها قدام كل إنسان كرسالة، مش أنت بس اللي محتاج، في آخرين محتاجين. حتى لو أخطأوا قدم ليهم عذر، قدم ليهم إرشاد بصدق، قدم ليهم سند. اوعى تبص الواحد من فوق لتحت وتستنكر واحد مثلا بعيد وجاي الكنيسة، الواحد يفضل يبص له من فوق لتحت وتستنكر، ده ايه اللي دخله الكنيسة؟ المسيح، المسيح جابه للكنيسة، المسيح رجعه لأحضانه. انت دورك ايه؟ اسندوا الضعفاء، شجعوا صغار النفوس، مش عشان تبص للإنسان، ومش عشان تحكم على الإنسان، ومش عشان تدين الإنسان حتى ولو في داخل نفسك. ليس لي إنسان يعطيني أمل، ليس لي إنسان يضحك حتى في وشي، وليس لي إنسان يديني نور أو يديني كده استنارة أو يضيء لي الطريق المظلم اللي أنا ماشي فيه. مفيش حد، مفيش حد. رسالة ليك ورسالة لآخرين محتاجين إلى هذه الرسالة. رسالة ليك، إذا كنت أنت مع المسيح يبقى اسند الآخرين اللي هم لسه مش مع المسيح. رسالة للآخرين، ما تستناش عطف من الناس ولا تستنى رحمة من الناس. تعال إلى المسيح، هو اللي يعطيك الراحة، هو اللي يعطيك الغفران، هو اللي يعطيك الحنان، هو يعطيك الحب. محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. ويأتي الإنسان طالما إنك أنت اعترفت إن أنا لي إنسان وخلاص، فقدت رجائي في كل البشر، ما عنديش غيرك أنت، ترجع ترضى تقومني؟ قال له رب المجد يسوع: قم احمل سريرك وامشي. قم النهاردة، كفاية السنين اللي عدت، كفاية العمر اللي ضاع، كفاية البعد عن هذه الذبيحة. ليه كم سنة محروم من هذه الذبيحة؟ ليه كم سنة بتشتاق وبتشوف الناس بتتقدم وانت محروم من هذه الذبيحة؟ ليه كم سنة وانت ما احتمتش في أحضانه؟ ليه كم سنة وانت مش قادر انك انت حتى تقول له اللهم ارحمني أنا الخاطئ؟ النهاردة بيقول المسيح رسالة حب لكل إنسان، مهما طالت فترة المرض بتاعك، قم احمل سريرك وامشي. قل له يا رب النهاردة قومني من كسلي، قل له النهاردة قومني من ضعف إرادتي. ما الإنسان العاجز والإنسان المشلول إرادته ضعيفة، إرادته ضعيفة. قال عنا معلمنا بولس الرسول: كل ما أريد أن أفعل الخير أجد الشر حاضرا أمامي. إرادتي ضعيفة، إرادتي حاضرة، عايز أعمل الخير، عايز أعيش مع المسيح، بس إرادتي ضعيفة. النهاردة بقول له قومني يا رب من ضعف الإرادة، النهاردة بقول له قومني يا رب من ذل الخطية، النهاردة بقول له قومني من الإحساس
بإني إنسان عاجز، ما فيش فيا أمل ولا عندي أي رجاء، ولا أستنى أي، ولا لي أي خلاص، ولا لي أي أبدية. لا، ليك، ليك النهاردة المسيح جاي يقول لك قم احمل سريرك وامشي. قل له قومني يا رب النهاردة من أي خوف، قل له قومني النهاردة من الشك، أشك إنك أنت ممكن تغفر لي، أشك إنك أنت ممكن تسامحني بعد العمر ده. ما هي كلها حروب. ده أنا عايز أقول يا ما في ناس حرمة نفسها، أو مش حرمة نفسها، ما عندهاش استعداد إن هي تاجي وتعترف وتتوب. ليه؟ خايفة، عندها شك، مش عايزة، في معطلات كثيرة. يوم ما تلاقي أي معطل من دول بيمنعك إنك أنت تقترب إلى المسيح، أعرف إن الشيطان لا يريد خلاصك. قل له كده أقمني من موت الروح، لي اسم إني أنا حي، ولكن للأسف أنا ميت. حياة الروحية ماتت، حياة الروحية ملهاش قيام إلا من خلالك يا رب، حياة الروحية ملهاش نصرة إلا من خلال قيامتك يا رب. أقمني من موت الخطية، أقمني يا رب من موت الخوف. نهاردة مستعد إن أنا أحمل جسدي وأقدم جسدي ليك بطهارة، أحمل صليبي خلفك بأمانة، وأحمل ضعفي كل حين بقوة. قال عنا معلمنا بولس الرسول: لذلك أنا أسر بالضعفات، لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. اوعى تبص لضعفاتك، اوعى تبص لإمكانياتك، اوعى تبص لقدرتك، مش هتقدر إنك أنت تقوم، لكن انظر إلى المسيح اللي جاء لكي ما يقيمني أنا الخاطئ. وأخيرا يا أحبائي، يقول لنا في سفر الخروج هذه الرسالة، فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك اليوم، مش بكرة، إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا ما مما وضعته على المصريين والضربات اللي أصابتهم لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. الرسالة هي: تسمع وتصنع وتصغي وتحفظ، وبالتالي تنال الشفاء. ليت الله يعطينا قوة وبركة هذه الرسالة اليوم. وأختم بقصة تورينا مهما كان عجز الإنسان ومهما كان ضعف الإنسان يا أحبائي. القصة دي بتقول كان في شاب متقدم للجامعة، وكان عنده مشكلة مرضية، واحدة من عينيه النظر فيها 6/9، والعين الثانية ضعيفة جدا. داخل المقابلة وهو عارف انه يا رب استر، قبل ما يمشي مشى إلى كنيسة العذراء في الزيتون، وتقابل هناك مع المتنيح أبونا بطرس. جيد، قصة دي حقيقية ومذكورة من ضمن المعجزات بتاعة أم النور الطاهرة عذراء مريم في كنيستها بالزيتون. وتقابل أبونا بطرس، جيد، كاهن الكنيسة كان في ذلك الوقت، وهو في نفس الوقت شقيق المتنيح الطوباوي البابا شنودة الثالث. طلب صلواته، فأبونا صلى له وبارك وشجعه وقال له كده: الله هيتصرف ومقبول في الجامعة، بركة أم النور معاك ومقبول في الجامعة. دخل الشاب ده للكشف الطبي، وجاش دكتور فحص واحدة من عينيه الأولى، وكتب كده بدل ما كانت 6/9 كتب بحسب تقريره 6/12،
يعني العين ايه اذا كانت دي وحدي بصوره زي دي؟ امال الثانيه هيكون هيكتب عليها ايه؟ اللحظه دي بيقول دق جرس التليفون وطلع الدكتور يتكلم ورجع، وكأنه في واحد أداه أمر وأداه رسالة، وهذه الرسالة رسالة طيبة، يعني أداه خبر يعني لازم تنفذه. رجع الدكتور وهو بيضحك بشوش، وبدل ما يكشف على العين مرة تانية شطب 6/12 للعين الأولى وكتب كده 6/6. الشاب قال له يا دكتور أنا أنت ما كشفتش على عين التانية، عين ضعيفة جدا. يقول كده الدكتور مرضيش إنه هو يعلق، وقال له تفضل يا ابني تفضل مع السلامة، مقبول في الجامعة. ذهل هذا الشاب. معقول الله ممكن يغير الغير مستحيل؟ ممكن يغيره ويبقى مستحيل؟ ممكن هذا الأمر في قدرة الله يا عم يا أحبائي؟ ممكن يحول تصرف دكتور أو أي إنسان يريد أن أو يكتب تقرير ويقول هذا الإنسان محكوم عليه بالموت إذا صح التعبير لأي مرض؟ يستطيع الله يغير أي شيء. شكرا لله الذي يستطيع، وقال الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الرسالة يا أحبائي وهي لا تنظر إلى ضعف إمكانياتك، لا تنظر إلى أي عجز فيك، ما تخليش أي حاجة النهاردة، وبقول النهاردة ممكن تعطلك إنك أنت ترجع للمسيح. ما دمت تؤمن أنه يستطيع، ما دمت بتطلب معونته، ما دمت تطلب قوته، ما دمت تطلب نعمته، هو يستطيع أن يعطيك كل نعمة شفاء وكل قوة. أحد الآباء قال هذه الرسالة الأخيرة: إن كنت ساقطا في خطية متكررة ومسيطرة عليك فلا تيأس، بل آمن بقوة الله وابدأ من جديد في جهادك، فهو لن يمل منك حتى لو مللت أنت من نفسك، ستنتصر في النهاية مهما كانت ضعفاتك. لتكن هذه الرسالة قيام حقيقي اليوم مع هذا الإنسان المخلع أيها الأحباء، ويكون بالتالي فرح في السماء اليوم بخاطي واحد يتوب، أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوبة. ليتنا نفرح اليوم قلب رب المجد يسوع الطبيب الشافي الذي قال إني أنا الرب الشافي، فتتمتع بكل بركات الشفاء الروحي قبل الجسدي. قل كده: اسندني يا رب فأخلص، اشفيني يا رب فأشفى، توبني يا رب فأتوب فأتمتع بهذا النصيب الصالح الذي أعددته للذين يحبون اسمك القدوس. لك كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.